بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب المرحلة الأولى قسم تقنيات أنظمة الحاسوب، نرحب بكم أجمل ترحيب. نبدأ محاضرتنا الأولى معكم في مادة صيانة الحاسوب. نتمنى لكم الموفقية والنجاح في عامكم الدراسي الجديد. طلاب، أنا سبق أن مرينا مرور سريع على المحاضرة الأولى، اليوم نعيدها من جديد. بالبداية تحتضر مادة صيانة الحاسوب من المواد الأساسية لقسم أنظمة الحاسوب. تنطي للطالب فالمعلومات مفيدة كيفية استخدام الحاسوب وصيانة. مادة صيانة الحاسوب. عندنا في البداية تعريف الصيانة. أنت لما تجي أول ما تشوف تعريف الصيانة، شنو هو تعريف الصيانة؟ شنو هو مصطلح تعريف الصيانة؟ تعريف الصيانة هو اكتشاف الأعطال. أنت عندك حاسوبة تشتغل عليها والحاسوبة صار بها أعطال، طفت الحاسوبة. شلون أبدي أتعامل ويا هذا العقل؟ التعريف هو اكتشاف الأعطال وتشخيصها. اكتشاف الأعطال وتشخيصها. أول مرحلة أنا أكتشف العقل، أكتشف العطل وأشخصه، بعدين أبدي إما إصلاحه إذا إمكانية أن أصلحه أو أستبدله، ثم إصلاحه واستبدال الأجزاء العارضة. هذه تعريف عام للصيانة، اكتشاف الأعطال وتشخيصها ثم إصلاحها واستبدال الأجزاء العارضة. عندنا طرق صيانة، عندنا أنواع طرق الصيانة. أنواع طرق الصيانة، أولاً الصيانة الدورية، الصيانة الدورية هي تتم بعدد معين من ساعات التشغيل، أو على فترات زمنية معينة. وأساساً هي تستهدف الوقاية من حدوث الأعطال. يعني أنت الحاسبة تشتغل عليها ساعة، ساعتين، ثلاثة، المفروض خلال هذه الفترة شيء يكون يحدث عندك عطل. ثانياً الصيانة الوقائية. الصيانة الوقائية تتم في أوقات حسب الحاجة. بغرض حماية الجهاز من الغبار والأتربة والصدى أو الضوضاء أو الحرارة أو مصادر الأعطال الأخرى. ودائما يجب المحافظة على الجهاز، ومثل ما يقولون الوقاية خير من العلاج. يعني أنا أحافظ على الجهاز من التلف، من الرطوبة، من الأتربة، من درجة الحرارة حتى يكون جاهز. النوع الثالث من أنواع الصيانة العلاجية.
الصيانة العلاجية. هذه الصيانة العلاجية وهو آخر أنواع الصيانة وأكثرهم عمل، يعني دائما من تحدث الأعطال ما ممكن أن أستخدم لا الصيانة الدورية ولا الصيانة الوقائية، لازم صيانة علاجية إما باستبدال الأجزاء العاطلة أو حدوث خلل معين أنا أقدر أعالجه للانتهاز. عندنا لغرض صيانة حاسوبك الشخصي والمحافظة عليه أطول فترة بالعمل، هناك عوامل كثيرة تؤثر على الحاسوب، عوامل كثيرة تؤثر على الحاسوب. من هذه العوامل هي الحرارة الزائدة وكيفية الوقاية منها، الحرارة الزائدة وكيفية الوقاية منها. مشكلة الحرارة هي يعني لم تعد مشكلة كما كانت في السابق، يعني كانت في السابق يعانون منها أثناء تصنيع الأجهزة الإلكترونية، الآن وبفضل التطور بدأت المشكلة أقل خطورة، ليس كما في السابق. أسباب المشكلة، أولاً من العوامل المؤثرة هي الحرارة الزائدة وكيفية الوقاية منها. الحرارة الزائدة وكيفية الوقاية منها. أسباب المشكلة تعريض الجهاز لفترة طويلة لأشعة الشمس، مما قد يؤدي إلى أضرار بالجهاز. ثانياً، توقف مروحة التبريد الداخلية المثبتة بالجهاز. هذه عندنا سببين اللي يسببن المشكلة، أو عاملين اللي يسببن المشكلة، اللي هو تعريض الجهاز لفترة طويلة لأشعة الشمس ويؤدي إلى أضرار بالجهاز، والسبب الثاني توقف مروحة التبريد الداخلية المثبتة بالجهاز. يعني دائما الأجهزة الإلكترونية الدقيقة، خصوصا الحاسبات، الأجهزة اللي تعمل لفترات طويلة واللي يوجد بداخلها دائما معالج اللي بروسيسر، يستخدمون مراوح تبريد لغرض سحب الهواء الحار إلى خارج الجهاز. هذه أسباب المشكلة. شلون نقدر نتغلب على هذه المشكلة وحلها؟ الإجراء الأول هو تشغيل الحاسوب في بيئة مكيفة. أنا سبق يعني قلت لكم دائما يهيئون مختبرات نموذجية تحتوي على بيئة مكيفة بحيث درجة الحرارة معتدلة، درجة الرطوبة معتدلة، لغرض المحافظة على الأجهزة من التلف. النقطة الثانية، يجب أن نضع الجهاز في مكان بعيد عن أشعة الشمس. حيث أن تعرض الأجهزة الإلكترونية لأشعة الشمس المباشرة يؤدي إلى التلف. النقطة الثالثة، تثبيت مروحة مناسبة في مزود الطاقة. يعني دائما في الحاسبات القديمة اللي هي الديسكتوب، اللي الحاسبات اللي كانت توضع على المنضدة موجودة بها مراوح في صندوق التغذية ومروحة في المذر بورد، ويعني عدة مراوح لغرض تلافي حدوث أخطاء.
النقطة الخامسة تركيب مجسات للحرارة بالجهاز. دائما يخلون مجسات حرارية لمعرفة درجة حرارة الجهاز، لغرض معرفة درجة حرارة الجهاز. هذه المؤثر الأول أو النوع الأول اللي يؤثر على الحاصلات. النوع الثاني عندنا الغبار وكيفية الوقاية منها. أبرز مشاكل الأجهزة اليوم هي كثرة الغبار في المناطق المحيطة يعني بالأجهزة، مما يؤدي تراكم الغبار على الجهاز إلى ارتفاع درجة حرارة، وبالتالي يؤدي إلى عطل. كيف أسباب المشكلة؟ هو عندما يتراكم الغبار على لوحات الشرائح يصبح طبقة عازلة، وبالتالي إيش راح يصير؟ راح يصير طبقة عازلة تمنع وصول الهواء إلى هذه الرقائق، وبالتالي ترتفع درجة حرارته. اثنين، سد الغبار لبعض الفراغات والمنافذ الحساسة للجهاز. دائما الأجهزة يشوفون البدي الخارجي للجهاز يخلون به فتحات، هذه الفتحات لغرض التهوية. دائما هسه أنت من تفتح التلفزيون من ظهر تشوفه أي جهاز به فتحات صغيرة لغرض التهوية، هذه الأتربة مرات تسد هذه الفتحات، وبالتالي يمنع وصول الهواء إلى هذه الأجهزة الدقيقة، وبالتالي ترتفع درجة حرارة. دائما المصادر الأكثر توليد للغبار يجب أن نبعد عنها الأجهزة الإلكترونية أو الحاسوبات، يعني مثل مصانع الدخان، يعني أماكن الغبار، المناطق المغبرة، حتى التدخين يولد غبار وبالتالي أثر. التغلب على هذه المشكلة يجب دائما يعني نسوي جدول دوري لتنظيف الأجهزة من الغبار، يعني إزالة الغبار من الأجهزة، استخدام الأغطية الواقية. دائما أنا من أشتغل لساعات معينة وأخلص من الجهاز أغطيه بأغطية واقية، حتى يجب كنس وتنظيف ونفخ الطابعات باستمرار. دائما الطابعات القريبة من الحاسبات دائما تولد غبار، فبالتالي تجنب التدخين أثناء استخدام الحاسب أو بالقرب منه. يجب عدم التدخين بالقرب من الحاسب. المؤثر الثالث اللي هو المجالات المغناطيسية وكيفية الوقاية منه. أسباب المشكلة: وجود المغناطيس سواء الدائم أو الكهرومغناطيس يؤدي إلى فقدان البيانات الموجودة في الأقراص السلبة والأقراص النافعة. إحنا دائما نقول نبعد الحاسبات عن المناطق اللي تكثر بها كابلات التوصيل. كابلات التوصيل أنا مثل ما شرحت لكم، هذه الكابلات دائما تولد مجال مغناطيسي بالحر، تولد مجال مغناطيسي بالحر. هذه المجالات المغناطيسية أو الموجات الكره تأثر على الحاسوبات، وبالتالي تؤدي إلى فقدان البيانات أو يصير تضارب بالإشارات داخل هذه الأجهزة. الكهرباء وكيفية الوقاية منها. الكهرباء وكيفية الوقاية منها. إحنا مثل ما نعرف شدة أسباب المشكلة هو شدة التيار الكهربائي وضعفه وتذبذب التيار بين عالي وضعف. إحنا سابقاً كان عندنا بالسكتور الحاسبات المنضبية يستخدمون التيار مباشرة إلى صندوق التغذية، إلى صندوق التغذية داخل الكيس، فدائماً تذبذب التيار يؤدي إلى عطل الحاسبات. اليوم بالحاسبات الجديدة اللي هي اللابتوب
الحاسبات الجديدة اللي هي داكتور ال 220 فولت، ال 220 فولت اللي ما اللي ناخذها من المصدر الرئيسي من كهرباء تمر عبر شاحنة، هذه الشاحنة تحول لي ال 220 إلى فولتية منخفضة قد تكون 24 فولت، 24 فولت. هذه 220 فولت تيار متناوب يسمونه، تيار متناوب إلى 24 تيار مستمر، هذا هنا أي سي وهنا دي سي تيار مستمر. اليوم بالأجهزة الحديثة باللابتوب، أنا أحكي باللابتوب، كان بالديسكتوب ال 220 فولت، 220 فولت تدخل على الكير دبل اللي هو صندوق الباور، تدخل على الباور وبالتالي تخرج منه عدة فولتيات مستمرة توزع على الحائط. كان اي تذبذب بالكهرباء كان يصير راسا يسبب له مشكله بالصندوق التغذيه اللي هو صندوق الباب. هذه قديمه بالديسكتوب، اما اليوم هناك باللابتوب لا تختلف الوضعيه. ال 220 فولت تدخل على محولة كهرباء، محولة خافضة وليس رافعة، تدخل 220 فولت أي سي متناوب ينطيني 24 فولت دي سي أو أقل 15 أو 9 دي سي، وبالتالي هذا الدي سي راح أشحن بها، البطارية، توجد بطارية جافة من نوع القابل للشحن، توجد داخل الداكتور بطارية جافة من النوع القابل للشحن، تقوم هذه المحولة بتغذية البطارية وبالتالي شحنها، وبعد ما تنشحن البطارية راح ترفع الكهرباء الرئيسية ونبقى نشتغل بس عن البطارية، تنطينا ساعات عمل يعني حسب نوع البطارية، كل ما كانت البطارية جيدة ساعات العمل تكون أفضل. عندنا النوع الآخر من النوع اللي من العوامل المؤثرة على الحاسوب هو التخريب الكهربائي الاستاتيكي. كل الأجهزة الكهربائية توجد فيها كهرباء مستقرة أو كهرباء ثابتة يسموها، هذه كهرباء جدا جدا قليلة، فتخزن دائما بالأجهزة وخصوصا الأجهزة اللي تحتوي على متسعات خزن، هذه تخزن جزء من الطاقة الكهربائية المستهلكة داخل الجهاز، فمرات تفرغ هذه الكهرباء حتى لمسها في جسم المستخدم، فدائما يستخدمون لغرض تخليص هذه الشحنات، يستخدمون ارضيات بلاستيك التعامل، يعني اثناء التصليح يحذرون، يقول لا تستخدم الحديد اثناء يعني مياه الحديد، لا تستخدم اثناء التصليح وانما استخدم الخشب او البلاستيك، يرفعون درجة الرطوبة في الأماكن اللي توجد فيها حاسوبات الغرض امتصاص هذه الكهرباء الثابتة أو الموجودة أو الشحنات اللي موجودة داخل الحساب. بعد نوع آخر من العوامل المؤثرة على المياه والسوائل وكيفية الوقاية منها. طلاب أنتم تعرفون يعني يجب تجنب
وضع المشروبات بالقرب من الأجهزة الإلكترونية، كل الأجهزة الإلكترونية وليس الحاسوب. وإحنا موضوعنا هو الحاسوب، إحنا موضوعنا هو الحاسوب، ولكن هو هذه المحاذير هي بكل الأجهزة الإلكترونية. أنا ما معقولة أجي مثلا وأخذ جلاس ماي فوق التلفزيون أو فوق الموبايل أو وأنا أشتغل بالحاسوب ومخلي لي جلاس ماي يم الكيبورد. هذه الأمور يجب أن نتجنبها، لأن أقل خطأ راح يؤدي إلى عطل الجهاز. عندنا أدوات خاصة بالصيانة، من ضمن هذه مجموعة يعني مفكات اللي هي الدرنفيس، أنواع الدرنفيسات لغرض فتح الأجهزة، استخدام لافت، استخدام كاشف ضوئي، استخدام آلة تكبير عدسة مكبرة، لأن أغلب الرقائق تكون جدا دقيقة فما يمكن مشاهدتها بالعين المجردة، فيستخدمون مكبرات، يستخدمون أجهزة عديدة في صيانة الحاسوب، كلها موجودة إن شاء الله بالملزمة راح يمكن أن تستفادون منها. هذه مقدمة عامة على كيفية صيانة الحاسوب. طلاب هذه أنا الحكي اللي شرحته ما ممكن أن الطالب راساً يفتهم من عنده من خلال النظري. دائماً تكون مع النظري تكون ممارسة. إذا أنت ما تمارس عملك عملي ويدوي ما راح يعني تدخل العملي. لأن دائماً الأجهزة الدقيقة يرادلها شغل عملي. الموضوع الآخر الثاني اللي هو المكونات المادية للحاسوب. المكونات المادية للحاسوب. إحنا من خلال التسمية، مكونات مادية. شيء يعني مادي، شيء ملموس يسموها مكونات مادية، يعني شيء أنا أشاهده بعيني وألمسه بإيدي. هذه المكونات المادية للحاسوب. عندنا الهاردوير وعندنا السوفت وير. الهاردوير هو اللي المكونات المادية الصلبة الملموسة، أما السوفت وير هي البرامجيات اللي نتعامل بها دائما ولكن لا نراها بالعين المجردة ولا يمكن لمسها. مجرد برامج تطبيقات تستخدم داخل الحاسوب. المكونات المادية هي أي جزء ملموس ومرئي في الحاسوب أو متصل بالحاسوب، وتنقسم الوحدات المادية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول اللي هو وحدات الإدخال اليونت أمبوت، وحدات الإدخال اللي من خلاله أدخل المعلومات إلى جهاز الحاسوب. يعني أنا أريد أكتب فد ناس، شلون هذا الناس أكتبه؟ أنا شلون أكتبه؟ بيدي على ورقة مثلا وأدخله بالحاسوب، أكو فد إجراء، أكو فد آلة، أكو فد جهاز يوصل لهذه المعلومة. أول شيء من وحدات الإدخال الأساسية للحاسوب هو الكيبورد. لوحة المفاتيح هي عبارة عن لوحة تتكون من عدة حروف ورموز وأزرار لغرض التحكم ومعالجة بيانات معينة، تسمى لوحة المفاتيح أو الكيبورد. من خلالها إدخال نص إلى الحاسوب. هذا الجزء الأول والجزء المهم
في وحدات الإدخال. تحتوي على مفاتيح الحروف والرموز باللغتين العربية والإنجليزية، تستخدم في إدخال الأرقام والعمليات الحسابية وكثير من الرموز الموجودة في هذا الكيبورد. الجزء الآخر المهم اللي هو لإدخال البيانات أو من وحدات الإدخال المادية الملموسة اللي هو الماوس أو الفارة يسموها، هذه تستخدم للتأشير والسحب وأمور كثيرة تستخدم في هذه الجزء من مواد الإدخال أو وحدات الإدخال. النوع الثالث اللي هو الماسح الضوئي أو الإسكانر. الماسح الضوئي عبارة عن جهاز موجود، جهاز آخر يربط مع الحاسبة، يعرف على الحاسبة لغرض تصوير مستندات أو بيانات بدقة عالية ونقلها إلى تحفظ في داخل الحاسبة في ملف معين. مثلا أنت عندك مستنسكات رسمية أو ملزمة تريد تأخذ لها صور، فتأخذ من خلال جهاز الماسح الضوئي أو الإسكانر وتحفظ داخل الحاسبة. هذا النوع الثالث من وحدات الإدخال. بعد عندنا نوع آخر اللي هو المايك أو المايكروفون. إذا أحتاج أن أدخل صوت ممكن إدخال الصوت من خلال المايك. بعد عندنا وحدات الإدخال، عندنا الكاميرا وعندنا الأقراص، كذلك هي وحدات إدخال تعتبر من وحدات الإدخال. النوع الثاني عندنا هسه عرفنا وحدات الإدخال، هذه وحدات مادية قلنا ملموسة ومرئية بالعين. هذه النوع الثاني من وحدات من مكونات الحاسوب، وحدات الإخراج. هذه الأمور أنا مثلا عندي كتبت نص من خلال استخدام لوحة المفاتيح ومن خلال استخدام الماوس كتبت نص وكملت. أنا هذا النص شلون أشوفه؟ وين أقدر أطلع عليه؟ أريده على ورق، أريد أقرأ قبل لا أسحبه. الجزء الرئيسي من وحدات الإخراج هي الشاشة، شاشة العرض المونيتر، شاشة الحاسبة. هذه واحدة من وحدات الإخراج الرئيسية. شلون إحنا قلنا الكيبورد واحد من أهم وحدات الإدخال، الشاشة تعتبر شاشة العرض هم واحدة من أهم وحدات الإخراج. أنا من كملت النص وطبعته على الوورد أو على الأبسل أو أي برنامج أقدر أشوفه من خلال الشاشة وأدققه أو أفتهم مثلا شنو الأخطاء، شنو اللي أريده بهواي أمور بالوورد، بعدين إن شاء الله تعرفوها. بس لكن الجزء المهم هو أشوفه أنا من خلال النظر، أشاهد هذا النص من خلال شاشة العرض. بعد عندنا، بعد أنا ما شاهدت هذا النص على الشاشة اللي هي الجزء الأول من وحدات الإخراج، لازم أنا أحتاجه على ورق، أحتاج هذا النص على ورق. وحدات الإخراج الأخرى اللي هي الطابعة البرنت، الطابعة عند طابعة مربوطة ومعرفة على الحاسوب، من خلالها أقدر أسحب هذا المستند، تعتبر واحدة من وحدات الإخراج. بعد عندي السماعات السبيكر، تعتبر من وحدات الإخراج، وكذلك الراسمات، وكذلك الراسمات.
عندي الجزء آخر من الحاسوب هو مجهز القطعة. مجهز القطعة أنا سبق أن شرحت لك مجهز القطعة كان قديما في حاسوبات الديسكتوب يستخدم عبارة عن صندوق يسموه مجهز القطعة. هذا الصندوق منفرد يربط داخل الكيس توصل 220 فولت ويخرج لي عدة فولتيات اللي هو هذا. اليوم تغيرت الحالة كل ما يتقدم العلم كل ما يصير تطور أكثر كل ما صار تطور أكثر صارت الأجهزة أكثر دقة وأقل حجم. يعني دائما قديما كانت الحاسبات تصنع بحجم كبير. يعني كانت أول صناعة للحاسبات كانت بحجم غرفة وكأنها ما في الحاسبات. تطور الأجيال بدأوا يصغرون حجم الأجهزة من خلال استخدام أجهزة إلكترونية أكثر دقة وأصغر حجم. دائما يتعرض مجهز القدرة إلى أعطال. شنو أسباب هذه الأعطال؟ أولا الحمل الزائد. الحمل الزائد يعني إذا كان حمل عالي أو يصير عطل داخل الحاسوب نفسه راح يأثر على مجهز القدرة وبالتالي يعطل. بعد ارتفاع درجة الحرارة هو يحتوي على معدات دقيقة أو أجهزة إلكترونية دقيقة. هذه إذا ترتفع فيها درجة الحرارة راح تعطل. وشين سبب ارتفاع؟ إما تعطل المروحة أو أصلاً المروحة غير قادرة على الأداء. بعد إن آخر العمر الطويل للقطع كل ما مضى عليها فترة من الزمن هذه القطع الإلكترونية اللي يصنع منها الباور سبلاي أو مجهز القدرة كل ما يطول عمرها وبسبب درجة الحرارة والعمل المستمر راح تؤدي إلى التلف وبالتالي يمكن استبدالها بشكل تذبذب أو تغير الجهد الداخل من الكهرباء. مرات الكهرباء تصعد تنزل هذا الجهد تذبذب الجهد يؤدي إلى عطل مجهز القدرة. بس هذه المشاكل هسه اللي حكيتها يمكن أن نستغنى عنها أو تقريبا قل يعني ظهرها في حاسبات اللابتوب وليس كما كانت في اللابتوب أقل ضررها. عندنا موضوع آخر وهو المذربورد أو اللوحة الأم. طلاب بالنسبة للوحة الأم أو اللوحة الرئيسية اللي تحتوي على القطع الإلكترونية اللي هي تحتوي على المعالج الرام شرائح أخرى توصيلات. كانت في حاسبة الديسكتوب اللوحة الأم حجمها كبير. يعني اللوحة الأم كانت واضحة وحجمها كبير وكثير من التوصيلات توجد داخل هذه اليوم وبفضل التطور بدأوا يصغرون أحجام هذه اللوحة وبالتالي صغر حجم الجهاز.
بالجهاز اللابتوب لوحة الأم أو المذر بورد تكون حجمها صغير جدا ومطبوعة طباعة إلكترونية، بحيث عندما تفتح الحاسب أو تباوع على اللوحة الأم تجدها بحجم ورقة، ورقة الكتابة أو أصغر بحجم ورقة الكتابة اللي هي الأيفون أو أصغر ومطبوعة، تطبع بواسطة أجهزة خاصة لطباعة البضاعة الإلكترونية والتوصيلات داخل الحاسبة، بحيث إذا حدث عطل داخل هذه اللوحة الأم لا يمكن إصلاحها وإنما تبدل بالكامل. قديما كانت لوحات بفضل التطور لوحة الاي تي مذر بورد كانت قديمة، بعدين تطورت الاي تي اكس مذر بورد والان ال اكس، هذه بدأت شركات تتنافس وكل شركة تمضي نوع معين من هذه اللوحات. اكو عندكم بالمنزلة وبصفحة 18 مخطط يبين لك اللوحة الأم أو المذر بورد اللي هي موجودة بالديسكتوب، سميت لوحة الأم لأن هي تعتبر المصدر الرئيسي أو الأم الرئيسية للحاسبة، يعني كل الأجهزة اللي موجودة بداخلها هو مؤشرة ومخطط عليها. مكونات اللوحة الأم توجد بها شقوق الاي اس اي، هذه الشقوق توضع بها كارتات، عشان كارت ينزل سلوت يعني يندفع كارت يتنزل، هذه الكارتات عشان ممكن استبدالها او رفعها ونجاحها العاطل ممكن ان يعني سهوله كان في هذا. عندنا بعد شقوق موجوده اخرى ان شاء الله هذه تشوفوها استاذ علي بالمختبر في ماده العملي، ان شاء الله يشوفكم هذه الشقوق. شقوق البي سي ار هذه الشقوق خاصه بالمودم، مودم اللي هو الانترنت او كارت الصوت او الشاشه. هذه انا ساحكي بصوره عامه على الحاسوبات القديمه. عندنا بعد منفذ الرسوميات السريع اللي هو الاي بي بي، وهو هذا البي جي اي، هذا ناقل خاص بالصوره، يعني ناقل خاص بالصوره، خاص بوضوح الصوره على شاشه العالم. عندنا مقابس تغذيه الكمبيوتر، هذه موجوده على اللوحه الام، فيش يسموها مقابس لتغذيه عده فولتيات تتغذى من خلال اللوحه الام. توجد باللوحة الأم رقائق عبارة عن شريحة مربوطة موجودة باللوحة الأم، هي تسمى الجسر الشمالي والجسر الجنوبي South Bridge و North Bridge، هم عبارة عن دوائر متكاملة هي وسيلة اتصالات والربط بين وحدة المحادثة المركزية وأجزاء الكمبيوتر الأخرى مثل الكارتة والذاكرة. هذا موجود جسر شمالي وجسر جنوبي، هذول الشريحتين اللي هم ممثلينهم بجسر هو عباره عن مجموعه من الترانزستورات والدايودات مربوطه تسمى جسر، هذه وحده تصير بالجهه الشماليه ووحده بالجهه الجنوبيه الجهه الاخرى المقابله، لكل شريحه عمل معين واتصالها بوحدة المعالجة المركزية. هذه الأوامر تجي لهذه الشريحة، الشريحة وين ترسلها؟ لكل شريحة لها أوامر خاصة، مثل أوامر الصوت أو أوامر أخرى، مثل أوامر نقل البيانات للهارد تمر عبر هذه الشريحة، هذه الشريحة
ما ممكن أن تشتغل بدون استخدام بدون استشارة وحدة المعالجة المركزية أو البروسيس، فترسل المعلومات من خلال هذه الشريحة إلى وحدة المعالجة المركزية، وهذه وحدة المعالجة المركزية تفسر هذه البيانات وترسلها إلى مكانها الصحيح، وكذلك الجسر الجنوبي بنفس الطريقة. هم راح تجي البيانات، هذه البيانات يجمعها وبالتالي يرسلها للبروسيس. فشوف دائما إذا كثرت النوافذ كانت الحاسبات القديمة تسكتور راح توقف الحاسبة ويكون عملها بطيء. ليش؟ لأن سرعة المعالج كانت أقل، فالمعالج ما يقدر يفسر هذه البيانات بسرعة. يعني أنت تريد من عنده طباعة، أنت تريد من عنده فيديو، تريد من عنده صورة، تريد من عنده بيانات أخرى، تريد تفتح نافذة أخرى، فكل هذه البيانات من تتراكم على البروسيسر راح يكون عمله بطيء، ما يقدر يفسر هذه البيانات بسرعة. فبفضل التطور هسه بالحاسبات الجديدة، الويندوز الجديد، المعالجات عارضها أمنية وعندها سرعات أكثر في معالجة البيانات، فشوف الحاسبات تصير سريعة. عندنا ذاكرة رام باسم ذاكرة الوصول العشوائي اللي هو راندوم اكسس ميموري، هذا النوع من الذاكرة مؤقت والمعلومات يتم تفريخها بمجرد انت مثلا تكتب على الحاسبة او تخلي البرامج، هذه وين موجودة؟ بالذاكرة العشوائية، مجرد ما طفت الكهرباء او انت طلعت راحت هذه المعلومات. ليش؟ لان يسموها ذاكرة عشوائية او مؤقتة، مجرد ما تغلق البرنامج راح تنتهي هذه المعلومات. بعد عندنا منفذ الاي بي اي، هذا خاص بالقرص الصلب يعني مشغل الاقراص، وعندنا منفذ للقرص المرن اللي هو الديسك الفلوبي، وعندنا بطاريه السيموس، هذه البطاريه تحافظ على برنامج البايوس. ان شاء الله هذا ناخذ الموضوع لاحقا، برنامج البايوس توجد داخل الحاسبه بطاريه. هسه باللابتوب بفضل الشحن الموجود او البطاريه الموجوده ما احتاج البطاريه هاي السيموس، ما في، كانت هذه البطاريه السيموس موجوده، بطاريه مثل ما الساعه الالكترونيه القديمه اذا شايفيها تصير هيك عريضه، او مثل الفلس الفلوس، يعني هذه بطارية توضع على مكان باللوحة الأم بالسكتور. وعندنا السيستم أوتبوت بيسك اللي هو نظام الإدخال والإخراج، هاي شريحة خاصة إن شاء الله لها موضوع خاص به. وحدة عندنا المعالج اللي هو البروسيسر او وحده المعالجه المركزيه. عندنا المعالج او يسموه البروسيسور، دائما من تشتري جهاز او حاسبه دائما تسال على نوع الحاسبه ونظريه الحاسبه من خلال وحده المعالج او البروسيسور. شنو البروسيسور؟ منين يتكون؟ شنو وظيفته؟ المعالج هو العقل المدبر للحاسبه. المعالج هو العقل المدبر للحاسب. احنا هسه سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الانسان، مش خلق له عقل، خلق له دماغ،
هذا الدمار هو اللي يعطي الإيعازات. انت تريد اي حركه تسويها في جسمك، اي حركه تسويها تفسر. وين تفسر هذه؟ تفسر بالدمار، والدمار هو اللي يعطي إيعاز. مثلا تحرك بسرعه، تريد تكتب، انت شلون تكتب؟ انت في داخلك في دمار، انا اريد اكتب. هذا الدمار يفسر العمليه وينطي إيعاز. تكتبين، تكتب بالكلام، تكتب برجلك، تكتب بإيدك. هو راسل يفسر العملية، يا هذا راح يكتب بإيده اليمنى، فراح يجي إيعاز إلى إيدك اليمنى تتحرك. نفس الشيء، نفس عمل البروسيسر هو نفس عمل دماغ الإنسان. يستقبل الأوامر من كل مكان، يعالج هذه الأوامر. شو تريد من هذه الأوامر؟ وين الدسك؟ المن؟ شنو مضمونها؟ وبالتالي ينفذها على شكل معلومات. نوعه هو شنو هو النوع؟ يعني شنو هو هسه؟ واحد يسأل يقول هو شنو؟ هو عبارة عن قطعة مربعة الشكل. قطعة مربعة مصنوعة من السيليكون، أكيد. قطعة مربعة مصنوعة من السيليكون، تحتوي هذه القطعة على أبر أو بنات. هذه القطعة أو الأبر لغرض التركيب باللوحة الأم، لغرض تركب هذه باللوحة الأم. تتصل مع مقبس أو منافذ تغذية على اللوحة الأم، وذلك لتبادل البيانات بين اللوحة الأم والمعالج. شنو هو هسه؟ واحد يقول هو هسه عبارة عن قطعة شنو؟ نافذة حديد، شب داخله، شنو؟ هسه أنت هذا المعالج لو تجيب لك واحد عاطل وتكسره ما تلقى فيه أي شيء، عبارة عن قطعة من اللدائن، يعني هذا اللي يسموها الباطن القوي، ما تشوفه. هسه تقول هذا شلون يشتغل؟ مجرد هذه البنات او المسامير داخل هذا المعالج، هو اصلا مصنع من ماده السيليكون اللي هي شبه الموصل، ماده السيليكون الشبه موصله، تحتوي على ملايين الترانسستورات. هسه واحد يسال يقول ملايين، يعني شلون ملايين؟ يعني قد الترانسستورات؟ هذه الترانسستورات صنعت، انتم تتذكرون، ما تتذكرون انتم، كان التلفزيون القديم نطلع على منظره تشوفه كله مشتعل، كان موجود بس كبر حجمه، لان كان كلها هاي ترانسستورات يسمونها صمامات. هذه الصمامات كان بها كاثود وانا بشوفها تشتغل من ظهرها مشتعل، كان كبير الترانسستور. بفضل التطور والعلم الحديث حجموا هذه المواد او القطع الدقيقه، بحيث الترانسستور الواحد هسه اوصفه لك بقد حبه السمسم كبير. كبير هذا الترانسستور، يعني ادق بعد من حبه السمسم، بقد صغيره حبه السمسم هو ادق منها، بحيث هذه القطعه المربعه الصغيره اللي هي المعالج او البروسيسور يحتوي على ملايين من الترانسستورات. هذه الترانسستورات معالجة ومعدة للتعامل مع البيانات المرسلة من وحدات أخرى. فهمتني؟ هذه القطعة المربعة اللي مصنوعة من مادة السيليكون تحتوي على ملايين من الترانسستورات اللي مرتبة ومعدة بطريقة بحيث تستقبل البيانات من جميع أجزاء الحاسوب، وبالتالي تعالجها لكل مكان. يعني انت تريد قراءة، تريد فيديو، تريد عمليات حسابية، تريد برامج أخرى، كل هذه تروح لوحدة المعالجة المركزية وتعالج وترسل إلى مكانها الصحيح. المعالج او البروسيسر يتكون من عده وحدات رئيسيه، اللي هي وحده التحكم والسيطره،
هي وحدة مسؤولة عن التحكم بسير البيانات داخل المعالج وتنسيق تبادلها بين أجزاء المعالج الداخلي. هذه الوحدة طبعاً هي تتحكم في عمل المعالج، فهي ضرورية الوجود في كل معالج، كما أن لها أجزاء أخرى، وحدة الاتصال بالناقل ووحدة الحساب والمنظر. كثير من الشرح موجود إن شاء الله بالملزمة، راح إن شاء الله مادة العملية المسار علي راح يشوفكم المعالج وتشوفون أكثر معلومات وأكثر صورة أوضح من خلال مشاهدة المؤسسة. طلاب محاضرتنا لهذا الحد انتهت، أتمنى لكم الموفقية والنجاح، وإن شاء الله ألتقيكم محاضرة أخرى فيما لاحق.